تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم ينفتح على سوريا التي نفت إدارتها ما قالته وكالة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سلاح الجو السوري مدان بالهجوم على إحدى القرى التابعة أو التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وهي قرية اللطامنة التابعة لحماة، وذلك في عام 2017 مما أدى لمقتل وإصابة العديد من المدنيين السوريين. الإدارة السورية قالت إن هذا التقرير هو خطأ شكلا وموضوعا، ونفت تماما ما ورد فيه من إدانات لسلاح الجو السوري التي قالت المنظمة إنها تحمله مسؤولية هذا الهجوم، كما قلنا الذي أودى بحياة العديد من المدنيين نتيجة ما قالت إنه استخدام لغاز السارين القاتل. حول هذا التقرير وحول توقيته وتوقيت صدوره تحديدا، وما هو الغرض منه وما هي التداعيات التي يمكن أن تنتج عنه، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشاركنا فيها الأستاذ محمد سيد احمد الخبير او استاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري. مرحبا بك. اهلا بك استاذ اشرف. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. حول هذا الموضوع نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. تطورات متلاحقة يشهدها المشهد السوري مع إعلان محققين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا أن سلاح الجو السوري مسؤول عن 3 هجمات كيميائية وقعت في مارس من عام 2017. ويركز تقرير المحققين على هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة غرب سوريا أيام 24 و25 و30 من مارس الماضي، وكان مسلحو المعارضة السورية يسيطرون على اللطامنة آنذاك. وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلورين كأسلحة كيميائية في الهجمات، مما أدى إلى تضرر 100 شخص جراء الهجمات. واتهمت دول غربية والمعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات السورية بقتل كثيرين من خلال العديد من الهجمات الكيميائية في سوريا. ورفضت الحكومة السورية وروسيا هذه الهجمات على نحو ثابت، ورغم معارضة سوريا وروسيا أيدت أغلبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال محققين إلى سوريا للتحقيق في هذه الهجمات. في الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع الروسية إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية في بلدة سراقب، لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد. وقالت روسيا إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والمتخصص والخبير في الشأن السوري. مرحبا بك. وكيف قرأت هذا التقرير من دلالاته من حيث النوعية ومن حيث التوقيت؟ طبعا خلينا نؤكد في البداية على أنه التقرير صدر عن منظمة للأسف الشديد في كثير من علامات الاستفهام حولها. هي منظمة غير جديرة بالأساس يعني بأن احنا نلتفت إلى قراراتها. هي منظمة غير أمينة، هي منظمة يعني أقل ما يمكن أن نتهمها به بأنها مشبوهة، لأن هذه المنظمة اللي هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سبق لها يعني في تاريخها يعني إنها أصدرت قرارات للأسف الشديد أثبت الواقع وأثبتت الأيام عدم جديتها، لعل يعني القرارات التي اتخذتها بناء على الورقتين التي قام بكتابتهم كولن باول وتم على أثرها يعني غزو واحتلال العراق الشقيق. وبعد سنوات طويلة يعني خرجت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والإدارة الأمريكية نفسها تعتذر وتقول أنها لا تمتلك، العراق لا تمتلك هذه الأسلحة. فهذه المنظمة منظمة إلى حد كبير مشبوهة. خلينا نقول كمان فيما يخص سوريا نفسها، منذ المطلع العام 2011 ومنذ بداية الحرب الكونية على سوريا وهناك اتهامات متكررة في الأماكن التي يحقق فيها الجيش العربي السوري نجاحات، ففي اتهامات بأنه في من قبل الجماعات الإرهابية أنه في استخدام للكيماوي، واحنا شفنا ده في خان شيخون وشفناه في يعني كثير من شفناه في دوما وشفناه في كثير من المواقف، واكدت واثبتت الواقع على الارض عدم صدق هذا. الدليل على كده انه سوريا نفسها لكي تبطل حجة الكيماوي سلمت أسلحتها أو سلاحها الكيماوي باتفاق مع المنظمة، وده تم في يعني الشهر التاسع من عام 2013 مبكرا جدا يعني. وبالتالي يعني منذ العام 2014 وسوريا لا تمتلك هذه الأسلحة. مش كده وبس، الدولة السورية بتدين استخدام هذه الأسلحة من في أي مكان وفي أي زمان، وبالتالي هي خارج نطاق هذا الاتهام من الأصل. الأكثر من كده أنه المنظمة لم تستخدم هذه المنظمة يعني في البحث أو في تقاريرها السابقة ولا تقريرها الراهن لم تستند إلى الموضوعية ولم تستند إلى وقائع فعلية يتم بحثها بشكل موضوعي ولا إلى أدلة وبراهين يعني قوية في إطار هذا الإطار. مش كده وبس، لا دي اعتمدت اعتماد كبير على منظمات إرهابية. يعني الذي ادعى أن الطيران السوري استخدم غاز السرين هي أو استخدم الأسلحة الكيماوية هو جبهة النصرة الإرهابية والخوذ البيضاء الإرهابية. هي هذه منظمات الآن العالم أجمع مجمع على أنها منظمات إرهابية. إزاي تعتمد على تقارير لمنظمات إرهابية؟ أنت لم تنزل إلى الواقع، لم تتحقق من الوقائع في أماكنها، وبالتالي كيف تصدر تقرير بالإدانة؟ إلى جانب بقى ده من حيث تفنيدنا لهذه الفكرة حول الاستخدامات. الأهم برضك من كده أو إضافة قبل ما ننقل على جزئية تانية هامة، وهي أنه اللي هي خاصة بالتوقيت وخاصة من وراء التقرير. خلينا نؤكد على فكرة مهمة جدا، وهي أنه كيف يستخدم الجيش العربي السوري أو الطيران السوري، كيف يستخدم غازات سامة وهو جنوده بيواجهوا الإرهابيين على الأرض. هو عايز يموت جنوده يعني وضباطه اللي موجودين. المواجهة في هذه المناطق مواجهة مباشرة ما بين الجيش العربي السوري اللي هو يعني بيحارب على الأرض. التقرير تحديدا يقول إن سلاح الجو هو الذي، يا حبيبي ما أنا بقول أهو، إزاي سلاح الجو؟ أنت عندك سلاح جو، سلاح الجو بتاعك إزاي هيضرب جنودي اللي بيخوضوا المعارك البرية اللي المشاة اللي على الأرض؟ إزاي هيبيدهم يعني؟ أنا برمي أهو، هل أنا هعرف دلوقتي وأنت بترمي هذا السلاح أو بترمي هذا الغاز هتفرق ما بين جنودك وما بين الإرهابيين اللي موجودين على الأرض؟ هتفرق بينهم إزاي؟ مش كده وبس يا سيدي، أنا هقول لك ما هو أكتر. هل الدولة السورية والجيش العربي السوري اللي بيقولوا إنه استخدم هذا السلاح الكيماوي حتى لو قدر يحمي جنوده وضباطه، هيحمي المواطنين الموالين ليه؟ مش هقول لك بقى المواطنين المعارضين ولا اللي هم بيشتغلوا مع الجماعات التكفيرية ولا اللي بيشتغلوا مع الإرهابيين، لا، المواطنين الداعمين للدولة. هيحميهم ازاي في هذه المناطق على الأرض؟ هيحميهم ازاي؟ هيموتهم؟ هيضحي بيهم يعني؟ أكيد كلام مش منطقي. لا هيضحي بجنوده ولا هيضحي بشعبه ولا بمواطنيه وهو بيواجه هذه الجماعات الارهابيه وبيلقي عليها او بيستخدم هذا السلاح الكيماوي. طيب يعني نعطي فرصه للمشاهدين اولا عن غاز السارين، هو غاز يعني حتى مختلف عن غاز الكلور، يعني هو لا يعطي فرصة حتى للحياة لأنه طبعًا بمجرد استنشاقه هو غاز أعصاب، هو ويدمر الخلايا العصبية فورا ويموت الشخص. يعني غاز الكلور يعني هناك فرصة ما إذا استنشق بكمية معقولة أن ينقذ. عشان كده إحنا بنفند هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات بالمنطق وبالعقل. الأهم من كده بقى تعال نشوف التوقيت. التوقيت أولا الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الغربية واضح أن هي التي كتبت هذا التقرير. ليه؟ الدليل على كده إيه؟ إنه بعض المسؤولين وبعض النافذين وبعض الدبلوماسيين الأمريكيين قالوا أو لوحوا بهذا الكلام في مطلع العام، يعني في يناير الماضي، أنه في تقرير هيصدر بإدانة سوريا وباستخدام يعني سلاح الطيران السوري لغاز السيرين وهذا الكلام. يبقى الكلام معد مسبقا، لما يطلع التقرير بيدين سوريا ده معناه إيه؟ معناه أنه هناك جهة ما وراء هذا القرار، وإزاي اتسربت. يبقى المنظمة حتى غير أمينة في أنها بتسرب معلومات للولايات المتحدة الأمريكية عشان يخرج مسؤولين يقولوا هذا الكلام. ده مش كده وبس، ده اللي أكتر من كده. تعال بقى نشوف مشهدين مهمين أوي. المشهد الأول أنه الولايات المتحدة الأمريكية هزم مشروعها على الأرض السورية، وحين أدركت الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة مشروعها، إحنا عارفين كان وضعها قبل كورونا وضع يعني متراجع إلى حد كبير. ليه دلوقتي بتحاول تحيي المشروع من جديد؟ عايزة تخرج بأي انتصار حتى في زمن الحرب اللي هي حرب فيروسية كبيرة، أول المتضررين منها هي نفسها، مهزومة بواسطة كورونا ومش قادرة تواجه العالم في ظل كورونا، لكن ما زالت أطماعها في منطقتنا وأطماعها ويعني في ثروات العالم وفي ثروات دولنا وفي ثروات شعوبنا ما زالت قائمة، وأطماعها وكل الحروب التي خاضتها ضد منطقتنا، ضد ليبيا لا زالت الأطماع موجودة في ليبيا وفي ثروات ليبيا، لا زالت الأطماع موجودة في ثروات سوريا وفي البترول السوري أو النفط السوري التي تستولي عليه القوات الأمريكية، وما زالت القوات الأمريكية موجودة وحاطة إيديها على النفط السوري. كل هذا يتم في توقيت بقى اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل فيه كل ده. يحصل إيه؟ يحصل إنه الاتحاد الأوروبي يبتدي يناقش كلام حوالين أو يعني بضغوط من روسيا والصين كلام حوالين أنه لابد من رفع الحصار الاقتصادي والعقوبات عن سوريا. في هذا التوقيت التي يناقش فيه هذا الاقتراح بأنه لابد من فك الحصار في ظل كورونا، يعني الشعب اللي بيعاني ده لابد من تخفيف الأعباء عليه عشان يقدر يواجه حربين، كان بيواجه إرهابيين، بيخوض حرب على مدار 9، وحتى الخارجية السورية في إدانتها للقرار ده قالت كده، أو في إدانتها للتقرير قالت كده، قالت إنه إحنا بنخوض حرب عبر ال10 سنوات الماضية مع الإرهاب نيابة عن العالم، مش نيابة عن أي حد تاني، ده نيابة عن العالم أجمع. وبالتالي سوريا التي تخوض هذه الحرب ضد الإرهاب، واللي بتخوض لا يمكن أنها بتخوض حرب ضد الإرهاب وخارجة منهكة من هذه الحرب، وفي نفس ولا زالت الحرب مستمرة، وفي نفس الوقت عليها حصار شامل. هذا الحصار يعني بعيد كل البعد عن الأبعاد الإنسانية، يعني ليس له أي قيمة في ظل مثلا يعني في ظل الدعم الروسي والدعم الإيراني، يعني ليس له أي له قيمة لما تبقى دلوقتي بقى في حظر شامل ما تقدرش تدخله. أنت دلوقتي كل حدود الدول مغلقة، هتدخله حتى مساعدات منين لو أنت عايز تدخله؟ يعني إيران يمكن دخول كل شيء عن طريق إيران، والصين أيضا هي غير موافقة على هذا الحصار. المسألة حتى ولو كان، لكن أصبحت في ظل كورونا المسألة أكثر صعوبة. إلى جانب مش كده وبس، أنت عندك كمان في نقص في المعدات الطبية، في نقص في الأجهزة الطبية وقطع غيارها اللي مش متوفرة أصلا غير في دول أوروبية، فدي في دي بتعمل مشكلة لدى سوريا. لا الأهم من كده بقى، أو لو حاولنا برضك نعمل ربط، إنه في التوقيت ده وزير الخارجية الأمريكي يركز تركيز شديد على انه بيقول رسالته موجوده للاتحاد الاوروبي واوروبا اللي بتضغط عليها روسيا والصين عشان تتراجع فيما يتعلق بالعقوبات وترفع ايدها فيما يتعلق بالعقوبات عن سوريا، يضغط عليها ويقول لهم انه دول استخدموا عشان يعطل فكرة رفع العقوبات في الوقت طبعا اللي احنا عارفين فيه ان الاتحاد الاوروبي ودول اوروبا اكتشفت انه الحليف الامريكي ليس حليفا في الازمة، على الاقل في ازمة كورونا تخلى عنها في الوقت اللي وقف جنبها الروسي والصيني. هنا بقى الجديد في الامر انه جنب اللي بيعمله بومبيو ده يجي ترامب يروح اول امبارح يروح عامل لك حاجة كويسة قوي، يطلع يهدد منظمة الصحة العالمية بأنه هيقطعوا عنها التمويلات. طيب التمويل، ومش هو بس ده هيمنع عنها التمويل، التمويل الأمريكي اللي احنا عارفين انه هو التمويل الأكبر اللي من خلاله بتسيطر عليه على المنظمة ده وعلى كل منظمات الأمم المتحدة. للأسف الشديد بيحصل ده، عشان كده احنا بنقول هذه المنظمات منظمات مشبوهة، هذه المنظمات تعمل تحت سيطرة وتحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، تنفذ الأجندة الأمريكية، يعني الذي يديرها هو السيد الأمريكي. تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ضدت منظمة الصحة العالمية لأمر يخص الصين. ما أنا هكمل، لا هو بيقول إنها منحازة للصين ضده. بالطبع بالطبع الولايات المتحدة هي تسيطر أو تمول معظم هذه المنظمات، يعني ما أنا بقول هو بيهددها بالمال، فعلى طول أول ما هدد منظمة الصحة العالمية إنه مش هيديها أو هيرفع عنها تمويل، وهيقول للدول التابعة ليه. إحنا عارفين الدول التابعة اللي هي لها حصص في التمويل، زي يعني بعض الخمس الكبرى، يعني لا ودول الخليج لها اللي يقدر الدول اللي يقدر يقول لها لا، الخمسه الكبرى ما يقدرش يعني يقول لهم او يأمرهم امر مباشر، وخاصه الصين وروسيا ما يقدرش يعمل ده معاهم، لكن في دول اخرى يقدر يعمل معاهم كده. لكن وحتى في اوروبا دلوقتي بعد ان تخلى او تراجع، فموقفه مع الاوروبيين موقف صعب على فكره، لكن ده بيعمل ده وهو بيهدد. فالمنظمات المشابهه اللي بتاخد تمويل زيه، ومنها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما هو دي منظمة من المنظمات. تاني يوم مباشرة، اشمعنا يعني ايه الربط ده؟ في اكيد في حاجة. تاني يوم مباشرة تروح مطلعة التقرير اللي هو من يناير موجود، ما احنا قايلين انه في تصريحات من يناير، وفي كلام متسرب من يناير، وفي الدبلوماسيين والمسؤولين الامريكان قالوا انه في تقرير هيصدر من المنظمة دي بالشكل ده. فيطلع بعد التهديد عشان يقولوا لهم ايه، احنا بنقدم فروض الولاء والطاعه، واحنا تحت المظله الامريكيه وتحت تعليمات السيد الامريكي. طيب. وحندين سوريا عشان يبقى في حرج شديد على الاتحاد الاوروبي وعلى الدول الاوروبيه وعلى برفع الحصار. طيب. وقد انضم الينا الان دكتور علي مقصود المحلل السياسي من سوريا. مرحبا بك. يعني ما قيمة بوجهة نظرك هذا التقرير كما يقول ضيفي؟ هل هو نوع من الضغط لعدم رفع العقوبات عن سوريا في ظل أزمة كورونا؟ تفضل. نعم، بعد التحية لكم ولضيفك الكريم والمشاهدين الأكارم، لا شك بأن هذا التقرير والمسيس فعلا بشكل كبير في الحقيقة، نعم، هي عبارة عن ورقة ضغط بعد أن فشلت أمريكا وقرأت بعد استهداف دورية أمريكية ومقتل ضابط ومعه اثنان من قوات قسد في المنطقة الشرقية من سوريا، قرأت بأن وضعها هش والانتصارات التي حققتها سوريا في إدلب أنهت هذا الهامش الذي كانت تعمل أمريكا بدفع تركيا لإبقاء مدينة إدلب وهذا الجيب في الحقيقة بحالة الجمود والستاتيكو دون حل. ولكن بعد هزيمة تركيا أيضا ووضع أردوغان أمام خيارين، إما أن يقوم بتفكيك وحل هيئة تحرير الشام أي جبهة النصرة وضم من يشاء إلى ما يسمى بالجيش الحر الممول والمدعوم تركيا، أو أن يفكك على يد الجيش العربي السوري، وهذا ما أبلغته موسكو وسوريا إلى تركيا التي ماطلت كثيرا. فلذلك أنا بتقديري نعم، عندما يأتي هذا التقرير الأممي ويدين سوريا بأنها استخدمت المواد الكيميائية والأسلحة الكيميائية في اللطام عام 2017 في اللحظة التي كانت مدينة اللطامنة تسقط بيد الجيش العربي السوري وتطوق نقطة المراقبة التركية، ولذلك عملوا على رمي هذا السلاح بوجه الدولة السورية لكي توقف عملياتها وتنقذ تركيا من هذا المأزق الذي وجدت نفسها فيه. نعم، هذه ورقة ضغط على سوريا. والأمر الثاني، عندما تكون الاستنتاجات المستخلصة من هذه المنظمة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بكليتها أو بمعظمها تعتمد على التقرير والمذكرة التي قدمت من منظمة إرهابية وهي منظمة الخوذ البيضاء التي تعتبر ذراع القاعدة وذراع جبهة النصرة الاستخباراتية والإعلامية، وأيضا حتى من فصائل جبهة النصرة هم من قدموا هذه التقارير. هل هناك تقرير ميداني وهناك تحقيق ميداني من قبل هذه المنظمة لكي يكون هناك 10% أو 1% من المصداقية لهذا التقرير؟ نعم، وهذا هو السؤال الرئيسي، هل لديهم أي نوع من الأدلة العملية؟ هذا ما سيجيب عليه ضيفي الدكتور محمد سيد أحمد، ولكن بعد الانتقال إلى جنيف الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا. إلى هنا يؤدي إلى انتشار مرة أخرى يكون أخطر، فطبعا الصعود صعب كما أن النزول صعب. منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول التي فيها إصابات حتى تسهل القيود بكل تأكيد، والعوامل المهمة بالنظر فيها هي أولا بأن العدوى قد تمت السيطرة عليها، وثانيا أن الخدمات الطبية تكون موجودة، وثالثا بأن مخاطر انتشار العدوى مثلا في بعض المنشآت الصحية تكون ضئيلة، ورابعا بأن الإجراءات الوقائية تكون موجودة في أماكن العمل والمدارس والأماكن الأخرى حيث من الضروري أن يذهب إليها الناس، وخامسا بأن أيضا يمكن إدارة مثلا بعث الناس إلى دول أخرى. وطبعا النقطة السادسة هي أن المجتمعات تكون مدركة تماما وتكون تضمن في المرحلة الانتقالية، كل فرد له دور أو يلعب دورا في إنهاء هذا الوباء. نحن قلقون بشأن الإصابات التي أصيب بها الطاقم الطبي، في بعض الدول هناك تقارير عن 10% من الطاقم الطبي انتقلت إليهم العدوى، طبعا هذا شيء مخيف. حينما يكون الأطباء والممرضون في خطر فإننا كلنا في خطر في كل مكان، في الصين، سنغافورة، وإسبانيا، والولايات المتحدة، كل هذا ندرسه حتى نعرف ماذا يمكن أن نفعل بشأنه. والأمر يظهر بأن بعض الأطقم الطبية قد أصيبوا خارج المنشآت الطبية في بيوتهم أو في مجتمعاتهم، أما داخل طبعا المنشآت الصحية تتعلق بمخاطر الكوفيد-19 أو ربما غياب الخبرة والنقص في الخبرة والنقص في الآلات والمعدات الموجودة. وطبعا التغييرات التي رأيناها كما قلت ورغم أن الأدلة تظهر بأن الأطباء أو الممرضين يحمون أنفسهم، ولكن العدوى يمكن تجنبها بكل تأكيد. هذا يشير إلى أهمية بأن يحصل الأطباء والممرضون على كل المعدات مثل الأقنعة والقفازات حتى يقوموا بعملهم بفعالية. ولدعم الدول فإن منظمة الصحة العالمية أطلقت 3 آليات لمساعدة المديرين والمخططين حتى يتعاملوا ويقدموا المعدات اللازمة لمكافحة كوفيد-19. في يوم الأربعاء ذكرت طبعا سلسلة الإمدادات التي وضعتها الأمم المتحدة حتى نسهل ونسرع تقديم المعدات الوقائية وغيرها والأكسجين في الدول التي ضربت بشدة. هذه المبادرة سيتم التنسيق فيها بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي وبالعمل مع العديد من الشركاء من الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة. طبعا هذا ينطبق على بلجيكا والصين وإثيوبيا وغانا وماليزيا وبنما وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة. نحن نقدر بأن سلسلة الإمدادات هذه ستغطي أكثر من 30% من احتياجات العالم في ظل هذا الوباء. في كل شهر سنحتاج لأن نرسل على الأقل 100 مليون من الأقنعة والقفازات الطبية، و25 مليون من أيضا من المآزر وأغطية الوجه، والعديد أيضا والملايين من الفحوص، وأيضا عدد كبير من أجهزة الأكسجين وغيرها. وحتى نحرك هذه المعدات حول العالم فإن منظمة الغذاء العالمي 847 من المركبات والمئات من الطائرات وأيضا طائرات التجارية حتى ننقل تلك المعدات بكل وضوح. إذن مشاهدينا، تابعنا جانبا من the costs of procuring supplies will be much greater. We urge donors to support this vitally important. مشاهدينا، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لتيدروس أدانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، والتي تحدث فيها عن فيروس كورونا، وقال إنه يعني تقريبا بدأت بعض الدول السيطرة على هذا الوباء، وأن هذا الأمر قد يمهد لمنطقة أو مرحلة انتقالية خلال الفترة القادمة لعودة الأعمال، ولكن يعني لم يحن وقتها بعد. قال أيضا إن هناك نسبة كبيرة من الطواقم الطبية في العديد من الدول تصل إلى 10% قد أصيبت بفيروس كورونا سواء في المستشفيات أو خارج المستشفيات. تحدث أيضا عن آلية سيتم تدشينها من قبل منظمة الصحة العالمية آلية عالمية لمواجهة هذا الفيروس بشكل جماعي عالمي. نعود إلى حلقتنا وإلى سوريا وإلى ضيفنا الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري. وكنا قد توقفنا عند نقطة أن هذا التقرير فيما يبدو أنه يعني تبين من خلاله أن هناك يعني نوع من الضغط على الدول الأوروبية لعدم رفع الحصار عن سوريا خلال الفترة القادمة، وهي الدول التي كانت تنتوي بالفعل رفع الحصار تحديدا عن سوريا وإيران، لأن هناك يعني وباء عالمي يجب مواجهته بشكل عالمي كما قال مدير منظمة الصحة العالمية. طبعا يعني ما يحدث الآن هو محاولة إن لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد استطاعت تنفيذ مؤامرتها على سوريا وتدمير سوريا عبر هذه المؤامرة، حرب كونية عبر جماعات تكفيرية إرهابية جاءت من كل أصقاع الأرض لتقوم بمواجهة الجيش العربي السوري ومواجهة الشعب العربي السوري في محاولة يعني تقسيم وتفتيت سوريا. كل هذا المشروع تم يعني إبادته وتم القضاء عليه وتم يعني القضاء على أحلام وأوهام الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتفتيت عند هذه النقطة سوريا. تحديدا هل تتوقع أن يؤدي هذا الفيروس فيروس كورونا وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية وتوقعها على نفسها من خلاله إلى تغيير يعني جذري في السياسة العالمية تجاه منطقة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا زالت أطماعها قائمة، لا زالت مؤامرتها يعني قائمة، والدليل على هذا ما يحدث الآن. لا هي ما زالت أطماعها قائمة، ولكنها الآن تواجه تقريبا يعني ما لا طاقة لها به. الفيروس منتشر في العديد من الولايات، بعض الولايات الإدارة الأمريكية لا يعني تعير أي اهتمام لا لمواطنيها ولا تعير، وعلى فكرة قد يكون هذا الفيروس مخلق يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية ل يعني إيقاف التقدم الصيني والتقدم الروسي وتقدم دول البريكس لتغيير المنظومة العالمية. طيب ولكن الصين الآن تخلصت من آثار الفيروس والولايات المتحدة الأمريكية غارقة. ما هو هنا زي ما احنا عارفين الإرهاب، لما كنا بنتحدث على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب، ما هي مش محصنة من الإرهاب، واحنا عارفين ان هي كمان عانت، هي والدول الأوروبية اللي يعني احتضنوا الإرهابيين، انجلترا وفرنسا وغيرهم، عانوا من عمليات إرهابية، وبالتالي يرتد السحر على الساحر. يعني الآن ارتد هذا سحر ما أتحدث كورونا. عنه هل يمهد هذا الفيروس أو هذا الوباء العالمي إلى كسر بعض القوى الكبرى وبزوغ نجوم دول أخرى مثل الصين؟ صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية كسرت بالفعل حتى ما قبل كورونا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قطب أوحد بعد أن الأزمة السورية نفسها خلقت أقطاب جديدة في العالم، وصعدت أقطاب جديدة في العالم. روسيا والصين صعدوا من جديد. اللي بتقدمه بقى أو اللي بيقدمه الفرق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين، وحتى يمكن الرئيس الصيني قال هذا، أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني عملت مجدها وكونت مجدها من خلال نهب المستعمرات، يعني نهب ثروات مجتمعاتنا، أما الحضارة الصينية من خلال العمل، وبالتالي هي بتبني مجدها من خلال يعني العمل والاجتهاد والكد، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية وعلى عكس إنجلترا وفرنسا. دي دول استعمارية بالأساس. هذا هو الفرق ما بين الحضارة الغربية وما بين الصين أو الحضارة الصينية. هذا هو الفرق. يعني حتى لا نبخس حق الولايات المتحدة، هي دولة منتجة أيضا ومنتجة لصناعات كبيرة، حتى لكن يظل تربعها على الساحة الدولية من خلال نشر صراعات في دول وحروب في دول والسلاح. حتى السلاح هي أحد أهم الدخل الأمريكي أو أحد أهم يعني اللي بيدخل مصادر الدخل الأمريكية من خلال السلاح اللي بيتباع لأي كان، لأي حد، حتى للجماعات الإرهابية. يعني الجماعات الإرهابية اللي استخدمت في سوريا وفي ليبيا العربية. يعني خلينا نتكلم على ليبيا العربية التي يعني أصبحت ساحة للاقتتال ما بين يعني قوى كثيرة وجماعات إرهابية جاءت من كل أيضا أصقاع الأرض إلى الأرض الليبية كما في الأرض السورية، بتستخدم سلاح. السلاح ده منين؟ تمويل السلاح ده منين؟ والفلوس اللي بتيجي والسلاح اللي بيهدر ده السلاح أمريكي بالأساس، وبالتالي الخزانة الأمريكية مستفيدة من هذه الصراعات واستمرار هذه الصراعات واستمرار هذه الحروب واستمرار هذه النزاعات في هذه الدول، وبالتالي هي تخلق هذا من أجل خدمة. أما بقى الصين ما بتعملش كده، الصين فتحت هذه المجتمعات كأسواق. الصين من خلال يعني روسيا نفس الحكاية. يعني روسيا موقفها حتى مش موقف استعماري، لم تكن دولة استعمارية في يوم من الأيام، وموقفها دائما للدفاع عن يعني أن الشعوب تقرر والمجتمعات تقرر مصيرها، وبالتالي هو ده الفرق ما بين. عشان كده أول ما حصلت الأزمة كورونا لقينا روسيا والصين جريوا عشان يساعدوا كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الأوروبية، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن حلفائها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها قلب، وعشان كده بأكد لك أنه الإدارة الأمريكية لا تعتد كثيرا بالأزمة وبوجود الأزمة عندها، والأزمة دي هتحصد أرواح قد إيه، كل ده ما بيهمهاش. هي حضارة، أو الحضارة الأمريكية والمشروع الأمريكي كله والإدارة الأمريكية إدارة بلا قلب، وبالتالي لا تنظر إلى هذا يعني دعنا أيضا لا نبخس حق الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالشعوب، بشعبها تحديدا. شعبها عملت ايه لشعبها؟ ليه استنى بس، عملت ايه لشعبها في ازمه كورونا؟ خلينا احنا هنروح بعيد ليه؟ عملت ايه يا استاذ اشرف لشعبها فيما يتعلق بهذه الازمه؟ اهو هذا الوباء يحصد ارواح الشعب الامريكي، ولا الحكومه الامريكيه لا عاجزه عن انها تعمل اي حاجه. ده في دول صغيره، استنى بس، في دول صغيره زي مصر مثلا، طبعا كبيره بمواقفها وكبيرة، بس يعني على الخريطه الدوليه استطاعت انها يعني تحمي مواطنيها وتقوم بكل الاجراءات وتسخر كل مقدرات الدوله لحمايه مواطنيها وشعبها. لكن انت امريكا مش قادره تعمل ده. الصين قدرت تعمل ده، الدوله الصينيه قدرت انها تحاصر الفيروس وقدرت انها تحمي مواطنيها وتعمل اجراءات لحمايه مواطنيها. الولايات المتحده الامريكيه مش قادره تعمل هذا، لا ننكر ذلك ايضا، ولكن في الولايات المتحده الامريكيه اكبر عدد من المسحات اليوميه تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه فايدة المسحات؟ إيه فايدة السنة بس من خلالها يكتشف يعني ما هو هي أكبر برضه، زي ما هي بتعمل أكبر مسحات، هي أكتر حد بتكتشف عدد الإصابات، وهي أكتر حد بيموت، عندها أكبر نسبة وفيات. فأنت بتتكلم في إيه؟ أنا بتكلم على أن الإدارة الأمريكية لم تغير سياستها، تجاهنا، والدليل على هذا انها لا زالت الى هذه اللحظه شغاله على الملف، عايزه تدمر سوريا. مش قادره حتى تحس، بما هو مشترك بما هو مشترك يا استاذ اشرف، يعني هناك حاجه مشتركه. فيروس كورونا دلوقتي مشترك ما بيننا وما بينهم، صح كده؟ هي مش يعني قلبها مش على شعبها، هيبقى قلبها على الشعب السوري. لا عشان كده بنقول احنا حتى بيان الخارجيه السوريه لما خاطب الضمير العالمي، خاطب القوى الدولية وخاطب المجتمع الدولي بأنه احنا عايزين نرفع هذا الحصار ومش عايزين نسيس القضايا. يعني قضية الكيماوي دي قضية مكشوفة وقضية منتهية. ازاي عايز حتى المنظمات اللي هي مفروض منظمات إنسانية عايز تسيسها؟ هو لما تخش على منظمة الصحة العالمية اللي هي بتقوم بدور إنساني، صح كده، وتسيس المسألة وتهددها بأنها لو ما انصاعتش ليك ويعني قالت الكلام اللي يعجبك يبقى هتعاقبها بأنها مش هتديها تمويل أو مش هتدفع حصتك في تمويلها. إيه الكلام ده؟ أنا بشوف إن دي يعني هذه قرصنة، مش قرصنة بس، دي إمبراطورية فاجرة. الإمبراطورية الأمريكية إمبراطورية فاجرة، وأنا أعتقد إنها إلى زوال، إلى زوال بمعنى إن أزمة كورونا دي بتزيحها وبتبين وجهها القبيح في مقابل الوجه. استنى بس، هذا ما حاولت سؤالك فيه، في مقابل الوجه الإنساني لدول أخرى موجودة على الساحة الدولية زي الصين وروسيا. مش كده وبس، ده أنا أعتقد إنه حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سيعيدوا حساباتهم 1000 مرة بعد. هو لما تشوف في إيطاليا، بينزلوا علم الاتحاد الأوروبي وبيرفعوا مكانه علم الصين. هذا معناه دي رسالة بتقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن أوروبا الغربية وأن القوى الاستعمارية في العالم إلى زوال، وأنه مشروعاتها دي مشروعات غير إنسانية. ولما واجهنا أزمة عالمية مرتبطة بالفيروس اهو، لقينا تراجع إلى حد كبير، والشعوب نفسها كشفت هؤلاء المتآمرين ليس فقط على مجتمعاتنا، لا دول متآمرين على الإنسانية وعلى البشرية. أنت تتحدث عن يعني أن هذا، يعني أنت تتفق معي أن هذا الفيروس فيما يبدو أنه سيغير موازين القوى. موازين القوى يا أستاذ أشرف تغيرت أصلا، ما أنا قلت لك العالم أصبح أنا ما بقولش إنه بعد، ولكنها ليست واضحة حتى. لا واضحة إزاي بقى؟ يعني روسيا لديها تواجد في منطقة الشرق الأوسط غير تجاري. ما خلينا بس نقول الصين قالت أنا لن ألعب دورا سياسيا على المستوى العالمي قبل 2020، ماشي كده، ده كلام الصين نفسها. هي دخلت قبل 10 سنوات، يعني من خلال 10 سنوات اللي فاتت دخلت في السياسة الدولية وفي منطقتنا عن طريق الأزمة السورية. الفيتو الروسي الصيني ده كان إيه؟ مش في فيتو مشترك 3-4 مرات 5 مرات مع بعض؟ فده معناه انه الفيتو المشترك اللي كان بيصدر عن ده بيقول انه في قوه دوليه بزغت من جديد. القوه الدوليه لم يعد العالم ذو قطب اوحد وتدير الولايات المتحده الامريكيه، ما قبل كورونا ب10 سنوات وما بعد كورونا. ما الذي ستستفيده تركيا إذا اختفى هذا القطب أو إذا يعني ضعف أمام مثلا القطب الروسي والقطب الصيني؟ ستظل أيضا يعني دولة خاضعة لهاتين الدولتين. يعني احنا بنتكلم مين بتتكلم يعني عن تركيا؟ لا انا اتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية إذا اختفى او أفل نجمها وعلى نجم الروسي وعلى نجم الصيني. تمام، دي مش دول استعمارية. ما انا قلت لك يا استاذ اشرف الفرق ايه؟ الفرق ان دي مش دول استعماريه. الذي يضمن مش دول استعماريه، يعني في فرق ما بين ان تتعامل الى حد كبير بانسانيه، يعني هذه دول لديها مشروعات حتى لديها، والدليل على كده انها خدت، شوف مجموعه دول البريكس يا سيدي، مجموعه دول البريكس فيها جنوب افريقيا، فيها دوله من افريقيا اهي، فيها دوله ممكن، في دول ممكن تنضم، فيها دوله زي الهند، في يعني فيها دول يعني مش يعني ما كانتش تصنف على انها من دول العالم الثالث، مش كده وبس، انت ممكن يدخل في مجموعه دول البريكس دي او ينضم او كان مرشح للانضمام للبريكس مجموعه كل الاقتصاديات الناشئه، يعني دوله زي مصر باقتصادها اقتصاد ناشئ واقتصاد بينمو كان ممكن تنضم للبريكس، البرازيل موجوده في البريكس وما كانتش بتصنف على انها من دول العالم الاول، يعني انا بكلمك على مجموعه اقتصاديات ناشئه كل دولة عندها طموح انها تنمو بشكل حقيقي كانت ممكن تنضم. يعني اذا اختفت او مش هتختفي، بس عشان بس النجم الامريكي، النجم الامريكي ستظل امريكا قوة على الساحة الدولية، واللي بيحلم حتى بعد كورونا اللي بيحلم ان الولايات المتحدة الامريكية هتصبح يعني مثلا الصومال بعد كورونا، مش هتصبح الصومال بعد كورونا، هتظل هي برضك الولايات المتحدة الامريكية بس لن تصبح قطبا اوحد، يبقى في توازن على مستوى القوى الدولية اللي هو بدأ قبل 10 سنوات مع ظهور الربيع العربي والصراع في الشرق الأوسط والأزمة السورية اللي بالفعل بزغ نجم روسيا والصين، وبالتالي بقى لهم وجود على الساحة الدولية يهدد يعني انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار على المستوى الدولي. والدليل على كده انه النهارده وفقا للتقرير اللي صدر من منظمة خلينا نرجع لموضوعنا، حظر الأسلحة الكيماوية، لما تخرج روسيا وتقول ايه؟ تقول لك انه هذا الأمر امر وقح من قبل ومعتاد من الولايات المتحدة الأمريكية، مش كده وبس، ودي انتهاكات فظة وغير جديرة بالثقة. في اكتر من كده يعني تقرير يعني اصبح تحصيلا حاصلا، مش تحصيل حصل بس، لا اصبح هناك صوت يعلو فوق الصوت الامريكي، ليس فقط على مستوى الغرف المغلقه، ولكن لا ده حتى على المستوى الدولي بشكل عام. و طيب سؤال اخير واجابه في كلمتين، يعني يتوقع البعض انه بعد هذا الكساد الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا ستكون هناك حرب وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، هل تؤيد ذلك؟ لا، أنا بشوف أنه مفيش يعني حروب بالمعنى التقليدي للحروب، إحنا أصبحنا في الجيل الرابع ودخلنا كمان الجيل الخامس للحروب، ومن القال أن دي مش حرب. أنا بعتقد أنه كورونا دي حرب، وحرب بيولوجية في إطار جيل جديد من الحروب، مفيش مواجهات عسكرية تاني خلاص. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة وشكرا الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري، شكرا جزيلا لك. وموصول لكم مشاهدينا تابعتوا معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة، كونوا دائما مع قناة النيل للأخبار.